السلام عليكم، حياكم الله. اليوم راح نلعب شخصية ايزك، واليوم هدفي ان اهزم مذر، لان حاليا باقي بس مذر وجريد الصعب، ونخلص من كل الملصقات اللي مع ايزك. حلو، هو ماجيك مشروم، اول ايتم اخذه ماجيك مشروم، شيء مو طبيعي. لا جي 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 صراحة، خاصة الرن بتكون سهلة بإذن الله. خلنا نشيك على الشوب إذا في شيء يسوى. ممكن أشتري هذا بس يعني الحين ما عندي فلوس. أوكي قلب، أنا أوكي فول هارت أو فول هيلث. اوكي حبه ان شاء الله مسلبيه. حلو، اقدر الحين ادخل السيكريت روم بدون ما استخدم قنابل. ممكن تكون هنا. ايوه اوكي حلو، مفاتيح او مفتاح وفلوس. انتبه، روح اي ضبنا، روح اي. ايوه تباه، اوكي رسب المفتاح. احس البوس راح يكون جهة الجهة اليمين، فراح اروح هنا واخلص من الغرفة هذه اول. هنا السوبر سيكريت. حلو، سول هارت ممتاز، راح يحميني او راح يحمي الديل تشانس. انتبه من الذبان اللي معك. الذبان اللي معي هذا ممكن تجيب فيني العيد، لان راح الانفجار راح يدمجني انا بعد. اوكي وخر عن، اوكي ممتاز. خلص من الصغير اولا، الصغير غثيث حيل. يلا عاد موت. اوكي ممتاز، اوكي طلعنا ايتم جديد. اوكي كذا اتوقع خلاص خلصنا، خلينا نمشي. راح اخلي هذه الغرفة حاليا، لان راح اقدر اشحن الدي 6 ثلاث مرات اذا حاربت الاعداء. اوكي الايتم هذا ما يسوى، راح اغيره. اوكي هذا ممتاز، ماني ايكوال باور، ممتاز جدا. اوكي مامسكي هذا ممتاز، وبرضه هذا ممتاز لانه راح يقربني لتحول كونجوين. اوكي الغرفة هذه كريهة، لازم انتبه. بسم الله انتبه، الحمد لله. شت يا الله، خدمج غبي يا الله. اوكي هذا البوس وصلنا له، بس ان الدي 6 مو مشحون، فراح ارجع للغرفه اللي هناك، بس ان شاء الله انا ما اجيب العيد عاد واخذ دمج من هذه. بسم الله الحمد لله، ان شاء الله ترسبن سول هارت. حلو انتبه، ذلك كريهين حيل. شت 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 شت، لا 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 لا، ليش مش نزلت؟ لو ان ما نزلت وتميت مكاني ما تدمجت. يلا زين، اهم شيء شحنت الدي 6. بسم الله، اوكي الله يعين.
انتبه انتبه من الدود الصغار. لا يلا ما بقى شيء ما بقى شيء الحمد لله. اوكي ان شاء الله في ايتم خرافي. اوكي اثنين زباليين راح اغيرهم برضو اثنينهم يا اخي ما احس يسوون حيل. قبيتيل يعني حلو بس انا ما عندي مفاتيح كلش حاليا. راح اسحب عليهم الصراحة. حصلت الميرور على طول. بس ودي اخلص من الفلور العادي بعدين ادخل الميرور. نبي بتروفايد بوب. انتبه شت. يا الله الانفجار دمجني. Are you sure about that? شكلي بذب اللي تنكت خلاص. راح ارميها راح ارميها. ادري ان دمجها عالي لكن جابت فيني العيد. يا الله. ما ادري هل هذا راح يحتسب او انه يعني مساعد راح يقربني للكنجوين ولا لا. اتوقع ممكن راح اخذه ان شاء الله. يعتبر من يعني المتطلبات للتحول كنجوين. اوكي هذا الايتم راح اخذه راح اغيره. اوكي حلو مفاتيح هنا. ما ادري اذا هل يسوى اخذه مع دي 6 ولا لا. احس انه راح يجي فين العيد ما ادري ليش. ما راح اخذه. طيب خلنا نحارب البوس حاليا ان شاء الله. عاد ترسبن يا ديفل او انجل مو مشكلة. عطني بس واحدة منهم على الاقل. للاسف ما رسبنت. اوكي حلو باخذ التيرز اب وراح اغير الايتم اللي في الكورس. اوكي حلو قبي راح افعله مره. قبيز بو اتوقع بو ما ادري والله شلون ينطقونها. طيب انا اقدر ادخل السيكرت. اتوقع السيكرت راح تكون يا هنا او الجهه الثانيه بس قبل. اوكي هنا ابي قنبله واحده. يا الله اوكي حلو حلو. اكن سي فور ايفر راح اخليها للفلور الجاي. والله صدق هذا اخ فلور. شت انا احتاج قنبله الحين. يا الله جبت العيد انا الظاهر. ان شاء الله في قنبله هنا. اوكي حلو الحمد لله في قنبله. راح افجر هذا البام من الان عشان ما اجيب العيد. اوكي حاليا لازم ادخل الميرور عشان اخذ النايف بيس 1 الجزء الاول من السكينه. حلو تيرز اب ممتاز. هذا الجزء الاول من السكينه اخذناه بس باقي احارب البوس ونمشي. انتبه.
الحمد لله ذا بوس سهل. لا تنحشر. حلو تير ذهب وراح يعطيني بعد قلوب. ممتاز كلها سول هارت. بس خلاص خلينا نشيك على هذا اخر غرفة. ممكن ترسبن قنبلة او مفتاح. رسبن قلب. طيب ما دام انا عندي قنابل حاليا فاقدر ادخل السوبر سيكريت واتوقع انها شيت. يا اخي ذا حرك القنبلة يا الله. اوكي اقدر اشحن دي 6. راح اغير الايتم اللي هنا. ما يسوى كلش. حلو 5 كوينز ممتاز. اوكي حلو قنبلة اعطاني. صدق خلنا نفعل اي كان سي فورفر. راح اخلي الغرفة هذه. الصراحة ما يسوى الايتم. هذا الايتم لازم اخذ دمج عشان يتفعل فما يسوى احس. طيب انا ودي افجر اول شيء دمية بعدين احارب البوس. ايه ان شاء الله هنا في يا اخي شيء يسوى. راح افتحهم. اوكي حلو قدرت افتحهم كلهم ونقصت قلب واحد بس ونصف قلب بعد. اوكي هذا الايتم ناسي ايش بالضبط يسوي فثواني خلي ابحث عنه. هذه ترنكت راح تخلي الايتمات اللي في الديفل روم اللي تكون يعني قيمتها قلبين يا الله راح تخليها بقلب واحد. شيء ممتاز. اوكي هذا راح يخليني اشحن الدي 6 فممكن اذا ما حصلت شيء هنا يسوى. صراحة هذا يسوى. خلينا نشتري هذا حاليا. الله يتم سكينة بس يا اخي غالي حيل 48. ما اقدر اشتريه. طيب اجل راح ما ادري هل يسوى اشحن الدي 6 يعني واخلي فيه يكون شحنتين عشان ممكن تطلع لي الديفل او انجل ويكون فيها شيء زبال واغيره بعدين يطلع لي شيء زبال ثاني واقدر اغيره. اوكي راح اسويها. بس شكلي ما راح اقدر اساسا اشحنها كامله. ما لا لا مستحيل راح افجرها. خلاص راح افجرها. زين طيح الفلوس اللي اعطيت اياها انا. طيب خلينا نحارب البواس حاليا. اوكي هذا ما راح اقدر ادمجه الا اذا فجرت الصخور اللي عليه. انتبه. يلا موت. حلو ان شاء الله ترسبن الديفل. اوكي حلو حلو ديفل. خلينا نشيك. الصراحة هذا الايتم مش بطال الصراحة. لا لا صدق لا لا سيء 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 سيء. ما راح اخذه. وراح اغيرهم اثنينهم. يا الله لو اني ما اخذ الايتم اللي هنا. اوكي راح اخذ هذا. وراح اعطي هذا قلوب ان شاء الله يرسم لي ايتم. اوكي اعطاني بطاقة. حلو يلا توف دايموند ممتاز. طيب انا راح اخذ الاتش بي هذا حاليا.
هذا او هذه ترينكت اتوقع راح تخلي كل فلور يكون في 2 سيكريت روم و 1 سوبر سيكريت يعني، لكن الترينكت اللي معي افضل. طيب انا لو اقدر اجمع فلوس كفايه وادبلها بعدين عشان واشتري السكينه بيكون شيء خرافي. تبا اوكي حلو تيرز افكت. اوكي حلو صناديق ان شاء الله فيها فلوس عاد. حلو راح اقدر اشتري او لا صدقوا ما اقدر. اتوقع هو كان اذا كان 48 انا احتاج 24 اجل كوينز. اوكي خلينا نفعل هذا هارفات. احتاج حبه كوين صدقون نسيت اغير الايتمات اللي في ال اوكي حلو 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 لان نسيت انا اغير الايتم في الايتم روم. يا الله رينج داون. احتاج حبة كوين. طيب راح اغير الايتمات اللي هنا. اخي هذا ناسي ايش يسوي بالضبط. ثاني اتوقع هذا راح يعطيني سبيد اب او حاجة. اوكي هذا الايتم ما يسوى راح اخذ اللي بالحظ. هذا ما يسوى برضه. طيب كيف احصل على حبة كوين بس؟ حلو في بطارية هنا. اوكي انا احتاج حبة كوين صح، فلو هذا رسب حبة كوين بس راح اشتري سكينة. يا الله حرام. انا اقدر ادمر الدونيشن لكن ما ودي يا اخي، ما ودي ادمر الدونيشن لكن شكلي بسويها بسويها. ايه راح ادبل حاليا الفلوس. حلو بقدر اشتري بعد البطارية. ناخذ سكينة لان السكينة الصراحة خلاص من تاخذها راح اضمن الفوز. يا الله ذا ايتم زبال بعد ما له داعي، كل ايتمات زبالة. خلاص خلنا نمشي. حلو رسمة سول هارت. لا تاخذ دمج غبي. اوكي انا حصلت البوس لكن ودي ادمر دمي قبل. اوكي خلنا ندمر دمي قبل. اوه هذا حلو الصراحة، خصوصا اذا كان في ايتم غالي هنا تحت. اوكي حلو في ريرول ماشين. اخي ما ادري ايش اسوي بالضبط الصراحة. هذا الايتم ممتاز راح يخليني او راح يرسبن بطاريات فممكن اخليه حاليا. اخي ما ادري ايش اسوي بالضبط الصراحة. اوكي هذا الايتم بعد خرافي بس ما اقدر اتخلى عن الدي 6. طيب انا راح اروح اول احارب البوس ونشوف اذا رسبنت الديفل. حلو ممكن راح افعل لك الدي 6 هناك يعني. يا الله دمجت. اوكي حلو رسبنت الديفل. حا ما في ولا ايتم. اوكي راح اتبرع لهذول قلوب ان شاء الله عاد يعطينا ايتم عاد. اوكي ما اتوقع انه راح يرسبن ايتم هذا. راح اعطيه بعد شوي من سول هارت.
اوكي حلو. حاليا بفعل هذا مرة لأنه راح يعطيني نص قلب أسود. ما أدري هل أخذ هذا، حس هذا راح يعطيني دمج وأنا عندي دمج عالي، ما يسوى. شكلي راح أعطي بعد هذا قلوب زيادة، راح أسويها الصراحة. الله عاد كي دي 6 بس خلاص. اوكي انا اقدر ادمر هذولي. حلو اوكي حلو. توف دايموند تبقى لا تموت عاد. اوكي راح افعل توف دايموند لان ودي اخذ هذا الدي 6. راح افعل الدي 6 هنا. اوكي هذا افضل. هذا راح افعله بس ما ادري اذا فعلته هنا هل راح يرسبن تراب دور ولا لا. اوكي حلو بس للاسف ما في ايتم، لكن في كرست اي ولا انا اقدر اغيرها. يا الله ايتم زبال شت. لا حول ولا قوة الا بالله. ظنيت اني راح اطلع للديفل، ما راح اطلع من غرفة كلها بالكامل، يعني ظنيت راح اكون في الديفل. اوكي هذه معلومة جديدة اول مرة تصير لها الحركة هذه. وراح علي دي 6 حرام. اوكي الحمد لله ان في هنا ايتمين الصراحه يسوون، يعني عندك هذا او الكوبون. طيب حاليا انا احتاج قلوب، ما عندي قلوب كلش. وفي هنا ريرول ماشين، خلينا نغير الايتمات. اوكي اقدر اشتري انا قبي ايتم او اشتري البطارية هذه. شكلي راح افشي، راح اشتري الكوبون، راح افعله هناك بس ان شاء الله ما تطلع لي. اوكي حلو جا خصم. اجل راح اشتري هذه، راح افعل الكوبون. يا الله ما ودي انا الترنكت، ودي بالخي الايتم. طيب ما راح اقدر اشحنه كامل فخلاص راح اسحب على الكوبون واخذ بوك اوف شادوز. طيب حاليا انا احتاج ادخل هنا الغرفة اللي داخل واخذ الجزء الثاني من السكينة. اوكي بسم الله ان شاء الله ما نموت، ان شاء الله ما نموت. اوكي الغرفة هذه كانت سهلة. حلو خلها تمشي اول. بسرعة بسرعة بسرعة. اوكي تبا لا تجيب العيد. اوكي انا احتاج المفتاح. اوكي يلا تحركي. الى الان الوضع في السليم. تحرك يا الله. هل اذا فجرت هذه؟ لا والله ظنيت انه راح يصير جسر. اوكي راح اسحب على البطاقة الصراحة مالي خلق. خلت اعبر اول شيء. بسرعة 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 عبري. شيت استعجلت بس يلا مو مشكلة، اهم شيء طلعنا واحنا على قيد الحياة. طيب اتوقع خلاص كذا خلصنا. الحلو انه راح اقدر افتح البوابة
من غير ما يعني اخسر قلوب، لان عندي كتاب هذا راح يحميني اتوقع. يفترض. لا والله شل غش. يلا زين، عندي بطاقة هذه راح تعطيني قلوب. اوكي هنا عاد الله يعين، كل الاعداء اللي هنا صعبين بشكل طبيعي. تباه حلو، سول هارت كذا. اوكي ممتاز، قلوب احتاج قلوب. شت انتبه. يا الله كل ما زيد سبيد انقص سبيد. شت ما انتبهت له ذا يا اخي، ظلاهم. ان شاء الله في بطاقة اللي تعطيني سول هارت او قلوب الحمراء عادي. يا الله بلع الدمج غبي، راحت الديل شانس. اوكي انا راح افعل هذا وادمره عشان ارفع الديل شانس. يا الله ايم اكسايتد. حلو الايتم روم هنا. اوكي ممتاز، هذا راح اخذه، راح يعطيني تيرز افكت. اوكي راح اشتري القلب اللي هنا. اوكي في ايتم صراحة هذا حلو بس غالي حيل، راح يعطيني طيران بس يا اخي غالي بشكل طبيعي. طيب خلينا ندمر الدمية. يا اخي اكسايتد، متى بتخلص؟ خلاص يا الله. بسم الله ان شاء الله بوس سهل. حلو، يفترض ان هذا بوس سهل خصوصا مع السكينة. ممتاز يلا حلو. اتش بي اكره الغرفة هذه، راح اختصر صراحة، راح احط قنبلة هنا وخلاص. يا الله قاعد ضيع. شت على طول خسرت الديل شانس. خلاص مستحيل مستحيل راح ادخل لاي غرفه، لا دبل ولا اوكي هي دبل. حلو سول هارت ممتاز. اوكي راح اخذ هذا، راح يعطيني دمج وراح يعطيني قلبين اسود. اوكي حلو، هذا الايتم راح اخذه، راح يحميني من الانفجارات. ابغى اوكي ابي افجر ان شاء الله يعطوني سول هارت ولا سول هارت. ستيم سيل اوكي، ان شاء الله هنا عاد في ريرول، ان شاء الله يرب في ريرول. للاسف ما في. اوكي بس راح اشتري هذا وهذا. اوكي وصلنا للبوس، ان شاء الله يكون يعني ان شاء الله ما تدمج منها كثير حيل. بقي ضربة واحدة. حلو
راح اخذ هذا لان هذا اتوقع ايتم دفاعي نوعا ما. شت بسرعة 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 يا الله. اوكي اوكي ممتاز. اتوقع البوس راح يكون تحت يسار. والله باقي واحدة بس. باقي واجد زيادة. اوكي يا الله انا غبي ادري. كثير منكم قاعد يتساءل ليش ما فعلت الكتاب. يا اخي والله نسيت ان عندي الكتاب. حرام. اوكي ما اتوقع انه هنا البوس. اي أيوة والله مضينا. اوكي هذا البوس. خلينا نشيك اذا كانت هنا سوبر او هنا. لا والله مش هنا. خلاص نمشي. ايزي حلو. ستابلر. ما في شيء يسوى حس يعني. يمكن اخذ هذا كدمج وراح يعطيني بعد اتوقع قلب اسود. اوكي خلاص راح اخذه. اوكي جاني تحول الشيطان. طيب حاليا انا اقدر اروح للبوس على طول لكن اقدر احاول اخلص من كل غرف لانه ممكن يكون فيها قلوب. لكن انا عندي كتابين يعني عندي كتاب واحد بس اقدر افعله مرتين فخلاص راح اروح للبوس على طول ان شاء الله. عاد ما اجيب العيد. للحين ايزي بس التركيز شوي وان شاء الله راح تقدر عليها. اوكي حلو خلصنا من الفيز الاول. شت يا الله قاعد ابلع دمج. لا اوكي الحمد لله تخلصنا منها. الحمد لله رب العالمين. اوكي طلعنا اتوقع هذا اكتف ايتم. خلاص ما بقى الا بس جريدير ونخلص من كل الملصقات من عايزك. اوكي وبكذا وصلنا لنهاية المقطع. اتمنى ان نال على عجبكم. شكرا على المشاهدة. يلا فمان الله.